السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله في فيديو اليوم هنتعلم مع بعض أربع أشياء مهمة جدا لأي مبتدئ في الرسم. رقم واحد، هنتعلم مع بعض إن شاء الله إزاي ترسم السماء والسحاب بشكل سهل وجميل. رقم اتنين، هنتعلم مع بعض إزاي نرسم مياه البحر وأمواج البحر المتلاحقة. رقم تلاتة، هنتعلم مع بعض إزاي نرسم الشاطئ والرمال وتداخلها مع المياه بطريقة سهلة جدا. رقم أربعة، ودي الأهم وده موضوع فيديو اليوم، إزاي نرسم القارب على الشاطئ بطريقة سهلة جدا والجميع معانا اليوم ان شاء الله مستفيد. بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك اسفل الفيديو اللي عمل لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة تزورنا في القناة، يسعدني اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. البداية مع رسم السماء، وبنوزع اللون الازرق والابيض هكذا بحيث ان الازرق كتير فوق وتحتيه بمسافة بسيطة بيكون اللون الابيض. طبعا الالوان الوان اكريليك مصنعة في المنزل، الناس اللي متابعة معانا على القناة تعلم جيدا كيفية تصنيع هذه الألوان الأكريليك في المنزل. واللون الأبيض عبارة عن دهان الحوائط اللامع لمعة كاملة. بتبدأ تفرش بفرشة عريضة هكذا مسطحة شعرها ناعم، تبدأ تاخد من الأبيض وتطلع لفوق سنة سنة واحدة واحدة، بحيث انك انت بتبدأ تكسر هذا الأزرق ويحصل تدرج في السماء، بحيث ان السماء من فوق يكون لونها غامق ومن تحت عند خط الافق يكون لون فاتح. بعد كده بنجيب اللون الازرق الخام وبنسكب اللون الازرق بهذا الشكل. انا بشتغل مع حضراتكم الان بطريقة بسيطة جدا الجميع يقدر ينفذ هذا، وبتوزع الابيض بحيث ان الابيض بيكون كتير تحت في اللوحة من اسفل. بنمسك الفرشة بتاعتنا بالطريقة دي بسيف الفرشة او بحافة الفرشة، وبتحاول تجيب خط مستقيم، وده اسمه خط الافق اللي هو ابعد نقطة في اللوحة او ابعد نقطة في مياه البحر. دي البداية. البداية بنرسم السماء بدون سحاب، وبنرسم مياه البحر بدون امواج بحر. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ومركزين مع حركة الفرشاة عبارة عن حركة أفقية، يبقى لما باجي اشتغل في السماء والبحر ومياه البحر حركة الفرشاة بتكون حركة أفقية هكذا. بعد كده بنجفف اللوحة بتاعتنا، بنطمئن ان السطح جف تماما زي ما حضراتكم شايفين. ليه؟ علشان هبدأ في مرحلة جديدة، وهي ان انا ارسم السحاب وبعد كده ارسم امواج البحر. عشان ارسم السحاب انا جبت اللون الاحمر وجنبيه لون موف ومعاه نقطة اسود مع حبة ابيض. شفت الخلطة اللي انا خلطتها دي؟ وتقدروا تراجعوها تاني من الباليتا على اليمين، والباليتا هي السطح اللي انا بدرب عليه الالوان على اليمين اللوحة. وصلنا للدرجة اللي حضراتكم شايفينها دي، بنبدأ نوزع بيها اماكن السحاب. جات اللون ده جا منين، او درجة اللون دي جات منين؟ عبارة عن لون احمر زي ما حضرتك شايف، قليل من الاحمر مع قليل من البنفسجي اللي هو اللون الموف، وحطينا كمان عليه سنة اسود قليل من الاسود قوي مع حبة ابيض، وصلنا للدرجة دي. الدرجة دي هحتاجها فيها اقول لك، خليك معايا واحدة واحدة. دي بداية لرسم السحاب في فصل الشتاء بشكل سهل وبسيط وبطريقة جديدة ان شاء الله تعجبكم. ببدأ ازود سنة اسود كده على نفس اللون اللي انا كنت شغال بيه، علشان عايز اجيب ظل او مناطق ظل قوية داخل هذه تكتلات السحاب اللي حضراتكم شايفينها. فبدأت ازود سنة اسود، يعني شعرة اسود حاجة كده يدوبك على الفرشة تديني ظل داخل هذه القطع من السحاب. طيب بعد كده ابدأ ازود الابيض تدريجيا حتى اصل لتكتلات سحاب واقعية جدا. لكن انا عايزك هنا وعايز حضرتك ايضا يا فنانة عينك دايما علشان تقدروا تحققوا انتاج او انجاز سريع وفعلا تستفيدوا وتنفذوا صح، عينكم دايما على الفرشة. الفرشة بتروح تجيب لون ايه وتدربه وتيجي راجع على اللوحة فبينتج ايه. بعد ما رميت الظل نفضت كده ونضفت الفرشة بتاعتي بقطعة قماش، وبدأت اجيب الابيض. شوف الابيض بقى هنا على القمم من اعلى
وبتبدأ تحط الأبيض وتضربه كده فين؟ في جسم السحابة، فبيبدأ الأبيض يختلط باللون الغامق اللي حضرتك كنت وضحته من شوية اللي هو جسم السحابة نفسه. يبدأ الأبيض يكسر لي العتمة أو الظل اللي داخل جسم السحابة بهذا الشكل. فرشة مسطحة تلات ارباع البوصة، يعني نقول حوالي عرضها كده من فوق 1 سنتيمتر، وشغالين بها بطريقة سهلة جدا. طبعا كل ما الفرشة بتقدم معاك بتديك شغل افضل. الناس اللي بتشكر في الفرش الجديدة، لا بالعكس، في المناظر الطبيعية كل ما الفرشة تقدم، كل ما الملمس والتأثيرات اللي الفرشة بتديها لك في المناظر الطبيعية بتكون اجمل وافضل. جبنا فرشة 12 ملي مسطحة وبدأت احط بها قمم السحاب باللون الابيض هكذا. وفي كل مرة، خلي بالكم من الكلام اللي انا اقوله لكم ده، في كل مرة حضرتك بتلاحظ ان الابيض بيختلط مع جسم السحابة فبيبدأ يكسر لك العتمة اللي جوه السحابة، ولكن بتوزع بشكل سهل وبسيط. المهم بعض الطيور، تعالوا نتعلم ازاي نرسم الطيور اللي هي في الجو اهو. واحدة اتنين، وادي التالتة، تعالوا نرسم واحدة كمان. ده لون اسود قليل جدا على الاسود، لكن دي فرشة حوالي 3 ملي، فرشة صغيرة. واحدة اتنين تلاتة، طبعا دي طيور بعيدة فحجمها بيبان معاك بهذا الشكل. تلاتة، هنرسم واحدة اخيرة علشان الناس تتعلم وتستفيد. انت بتاخد لون بسيط جدا على الفرشة وبتروح بالشكل ده، دي واحدة، التانية، التالتة من تحت، في اي اتجاه بقى انت عايز تحطها حطها. دي الطيور وده السماء، ودي السماء وده السحاب، وانتهينا من المرحلة الاولى في الرسمة اليوم، وده اول درس عندنا استفدناه في لقاء اليوم. طيب نيجي للمرحلة التانية وهي رسم امواج البحر. طب انت بتعمل ايه بقطعة القماش دي يا فنان؟ انا ببدأ بقطعة القماش دي على صباعي كده زي ما حضراتكم شايفين، وبنعم السحاب يعني بمزجه ببعضه قوي، مش عايز حاجة كده تكون شاذة او نفرة، عايز كل الالوان تكون ايه متناسقة ومتجانسة مع بعضها، وبعض لسعات الابيض كده على اماكن معينة في السحاب منورة كده بالشكل ده. دي فرشة مبططة يعني مسطحة صغيرة حوالي 6 ملي، وببدأ اخد بها تأثيرات بسيطة جدا. شوف لون ابيض مختلط بسنة ازرق خفيفة قوي، وببدأ ادي تأثيرات كده للمية. شوف زي ما حضراتكم شايفين كلها خطوط افقية متقاربة، انا لسه ما رسمتش امواج بحر خالص، لكن هنا حاليا بدأت اسس لموجة بحر كبيرة. لاحظ الخط المنحنى اللي انا برسمه ده، انا بعلمك هنا ازاي ترسم موجة بحر بطريقة سهلة جدا، علشان كده عايزك تركز مع الحركة دي. شايف الحركة دي اهي، شايف الجزء العميق ده، القوس اللي هو الاعلى ده، هتقفله باللون الابيض. شوف الفرشة جايب لون ابيض وتروح فين، هتقفل المسافة دي كلها بحيث ان يبقى سطحها من فوق يكون مستقيم شوية اهو. املى بقى الجزء ده كله بالابيض، لان ده اندفاع الموجة الاعلى وبترتد كده باللون الابيض بتاعها. لكن الاقواس اللي هي لاعلى متجهة فتحة القوس لاسفل، دي هيكون جسم الموجة الاعلى فيكون فيه ظل. الون جسم السحابة ازاي؟ جبت لون ازرق مع قليل من الاسود، وبنفس الفرشاة المسطحة الصغيرة ببدأ املى هذا الجسم اللي هو ارتفاع ارتفاع موجة البحر الاعلى. شوف ازاي اتعلمها سهلة جدا. دي البداية بتاعت رسم موجة بحر كبيرة وعميقة ولكن بعيدة في يعني في عمق البحر، وبتبدأ بقليل من اللون اللي هو الكحلي ده اللي هو اتكون من الازرق واسود، تبدأ ترمي الاماكن المظلمة في مياه البحر اللي هي عبارة عن امواج بحر متلاحقة وكلها خطوط افقية. بأكد حركة الفرشة هنا في المية كلها خطوط افقية، وبزود اللون كده وبغمقه بيكون لونه غامق شوية قافل قوي عند خط الافق. شوف بدأت اظبط خط الافق بتاعي اهو بحيث انه يكون خط مستقيم
لونه غامق. انتهينا هنا من رسم السحاب والسماء بشكل نهائي، ودلوقتي بنشتغل في مياه البحر زي ما حضراتكم شايفين واحدة واحدة، ومش مستعجلين علشان الكل يقدر ينفذ. بعد ما بتفرش الظل ده كله، ده الظل اهو، اجيب الفرشة السبعة ملي دي واجيب اللون الابيض وادي بعض الضربات البسيطة كده. شوف قد ايه الموضوع سهل وبسيط. بزر بقى اندفاع الموجة لما بتطلع لاعلى وتلف، باخد لون ابيض اهو واحط بعض الضربات كده اللي هي دفعة المية، وبالفرشة الرفيعة اللي هي 2 ملي ببدأ اخد اللون الابيض فين؟ على اعلى نقطة في جسم موجة البحر اهو. دي يا دوبك بيظهر لي الحافة بتاعت ايه؟ بتاع المية اللي هو الارتفاع بتاع موجة البحر كده. بتمشي على التقوس ده بالراحة خالص بوش الفرشة كده، يا دوبك بتظهر لون ابيض مختلط بجسم الموجة، وبتبدأ تعطي بنفس الفرشة بعض تأثيرات اللي هي ناتجة عن اندفاع امواج بحر جديدة وبعض الاضاءة في جسم الموجة هكذا. فالموضوع سهل وبسيط، يعني انت حضرتك وحضرتك حاولوا بس انكم انتوا ايه تنفذوا ده. وبالفرشاة اللي هي 6 ملي المبططة او المسطحة اللي انا بدأت بيها، ببدأ اجيب لون كحلي غامق قوي من الاسود والازرق، وابدأ ادي ظل اسفل موجة البحر. في ظل كده في عتمة، ركز لان موجة البحر دي بعيدة، على قد ما هي مرتفعة ولكن هي بعيدة، هي يعني بعيدة عن الشاطئ بمسافة يعني، ففي عتمة كده وفي ظل اسفل هذه الموجة. وده الدرس الثاني في اليوم، او المعلومة الثانية اللي احنا اتكلمنا عنها، ازاي ترسم مياه البحر وامواج بحر بطريقة سهلة. نيجي للنقطة الثالثة وهي الشاطئ، والنقطة الرابعة اللي هي القارب، دول اللي احنا هنتكلم فيهم حاليا. بتبدأ تعيد تخطيط القارب مرة تانية، ده قلم فلوماستر ولونه اسود عشان يظهر قدامي، وببدأ ألون القارب هكذا. دي درجة لون ابيض في المنتصف، منتصف القارب كده، ده قارب عبارة عن قارب من المعدن، من الصاج الحديد، من الحديد يعني، وواخد دهان، واخد دهان والدهان ده مع قدم هذا القارب بيبدأ الدهان ده يبان قدامك وكأن فيه قشور كده، فده هنظهره كله. عموما الجانب اللي على الشمال بيكون مظلم يعني فيه ظل، لذلك لاحظ حضرتك انا الجانب اللي هو جانب القارب من جهة اليسار عطيته لون ظل، فيه مش ابيض، لا ابيض مضاف عليه سنة اسود كده ظل. هنراعي الظل ده برضو في اللون الاحمر ده، هنراعي الظل. انا قربت الكاميرا اهو، ركزوا معايا، دي القارب من اسفل واخد اللون الاحمر الجميل اللي حضرتك شايفينه ده، ولكن ده مش اتجاه واحد، دول اتجاهين، اتجاه جسم القارب اللي هو الجسم الكبير، وفيه حافة كده جهة اليسار دي لازم تاخد لون اغمق شوية. بنزود الظل كده اسفل القارب علشان انعكاس هذا القارب فين؟ في الماء يظهر معانا. ده قائم، هذا القائم اللي هو يعتبر بيمسك جسم القارب، وفي قائم اخر في الجهة المقابلة هناك، خلي بالك، لكن من الداخل. اما هذا القائم فبيظهر لنا من الجهة القريبة، بيظهر من الخارج. وبنبدأ نحط بعض الظلال كده وبنعتم، نعتم كده، نحط كده ظلال قوية هنا في حافة القارب من جهة اليسار. الموضوع ده مهم جدا عشان حضرتك تقدر تشتغل، وحضرتك تقدر تشتغل وترسمي بسهولة يعني. بنزود الانعكاس ما بين الاسود والاحمر، وبعد كده كله ده يختلط بماء البحر. دي درجة لون ازرق قليل من الازرق على الابيض، وبناخد القارب من اعلى هكذا. شوف من جهة اليسار الظل، الظل هنا زودت سنة ازرق، اعطيته الازرق بتاعه علشان يبان جهة اليسار الظل، وببدأ اظلل كده بعض الظلال الخفيفة. طيب في حاجة هنا هنعملها،
حركة كويسة هتبين لك التقوس اللي موجود في القارب، انك انت بتزود الظل جهة اليمين في القارب وجهة اليسار، وفي المنتصف بيكون فيه ضوء، وده اللي هيظهر لحضراتكم حاليا. شوفوا بنشتغل ازاي وببساطة علشان الصورة بتاعتك واللوحة بتاعتك تطلع لوحة جميلة وسهلة. كلنا نقدر نعمل ده، انا بأكد دايما بأكد ان كلنا نقدر ننفذ. الفرق بين حضرتك واي رسام اخر ان هو تعب شوية وحاول وشغل ورسم الرسم مرة واثنين وثلاثة لحد ما ايده بدأت تمشي. فانت ممكن تكون مفتقد للحاسة، ان ايدك لسه الحاسة، حاسة ايدك بالفرشة وبالالوان لسه انت ما اكتسبتهاش. فما تستعجلش، دي هتيجي ازاي؟ هتيجي من انك ترسم كتير. المشاهدة لوحدها لا تكفي، المشاهدة لوحدها لا تصنع فنان ابدا، ولكن انا اشاهد وابدأ انفذ. يبقى في جانبين، جانب نظري وجانب عملي. الجانب النظري هو المشاهدة، مشاهدة الرسامين الاخرين زي الفيديو ده. اما الجانب العملي ان انا ابدأ ادخل مرسمي واجيب لوحة القنفص القماش او اي لوحة سواء خشب او على حتى على زجاج او اي او على جدار، واجيب الالوان والفرش وابدأ الشغل. بنبدأ نوزع الزرار كده، وطبعا التجويف، تجويف القارب نفسه هنلونه دلوقت، ولكن ما زلنا بنرمي الظلال اللي هي تظهر لي القائم. بنرمي ظلال كده على جانبي القائم هكذا، وده التجويف اهو، ده تجويف القارب نفسه ما بين اللون البني والابيض والاسود. ده لون بني، ضفت عليه سنة ابيض هيبدأ يفتح شوية اهو من الحافة بتاعته. هنا بأكد على الظلال في مقدمة القارب، ظلال اهي لون بسيط جدا، بتاخده على وش الفرشة كده بنظلل هنا. وخلي بالك هنزود الاسود في التجويف، ده اسود اهو اللي انا بعمله دلوقتي حاليا، ده لون اسود عشان التجويف يكون واضح وقوي. ازود الاسود هنا نحن على مقربة دقائق والقارب يكتمل. ركز كده، دي السلسلة، سلسلة من الحديد اهي، السلسلة اهي اللي هي مثبت بيها القارب، بتديها الاضاءة الخفيفة بتاعتها بالفرشة، تأثيرات بسيطة خالص على باللون الابيض على السلسلة اهو. لابد ان نهتم ب هذه التفاصيل حتى تكتمل اللوحة في شكل رائع يعني. طيب بعد كده بنسيب القارب يجف ونروح للرمال، رمال الشاطئ من اللون البني مع قليل من الاصفر. وهنقول هنا ازاي بقى ندمج اللون الاصفر او اللون الرمال، لون الرمال او الشاطئ مع المياه، مياه البحر، لان هنا في خط فاصل حضرتك عينك شايفاه ما بين البنيات والازرق. هنجيب اللون الازرق ونبدأ ندخل بيه على البني ده علشان يحصل تناغم وانسجام ومزج اللونين مع بعض. القارب موجود على الشاطئ على نهاية الرمال كده قريب من الماء، والمياه هنا موجودة، يعني هذه الرمال تعلوها المياه ايضا. كل ده هيبان لحضراتكم في الدقائق القليلة المتبقية. ركز معايا، الفرشاة هنا هتجيب لون ازرق وسيط، لون وسيط اهو ما بين الابيض والازرق، وببدأ اخلط البني ده مع الازرق، مع يعني البني اللي هو لون الرمال زي ما حضرتك شايف كده يبدأ يختلط مع لون المياه، يبقى بيبدأ يحصل هنا ايه، مزج للونين علشان ما يبقاش فيه لون شاذ لوحده. اللون الابيض هنا بيلعب دور مهم جدا، انت بتجيب قليل من الابيض على الفرشة وتبدأ تربط به اللونين مع بعض اللي هو البني والازرق
اتمنى يا رب الشرح يكون واضح. اهو شوف الابيض هنا هيبدأ بقى يديك هنا الرغوة او المية اللي هي اعلى الرمال، ضربات كلها شبه رأسية شبه افقية، خطوط في اتجاهات يعني تحسسك كده باندفاع المية على سطح الرمال، بحيث ان الشاطئ يبدو وكأنه زي مراية هينعكس فيها لون القارب، وده اللي هيحصل دلوقتي. القارب هنبدأ نزود اللون الاسود اسفل القارب، واللون ده يبدأ بقى يختلط مع لون المية والرملة، ده اللي احنا بنتكلم فيه، ودي اهم مرحلة في رسم القارب اللي موجود على الشاطئ. ازاي تجيب الظل اللي هو اسفل هذا القارب، وازاي تعكس لون القارب في المية، المياه اللي هي موجودة على الشاطئ. هكذا ركز لما يدخل اللون الاحمر هيختلط مع جسم اهو لون احمر اهو، يبدأ يختلط مع اللون الاسود ده مع لون الرمال مع لون المياه، وبعد كده تجيب بقى ايه لون ابيض كده وتدي دفعة المية، ده لون ابيض اهو شوف، يحصل هنا زي امواج محرق يعني او اندفاع للمياه ناتج عن موج البحر اسفل هذا القارب، وده خيال القائم. القائم اهو بيبدأ ينعكس في المية. ركز وركزي ايضا يا فنانة، بنحاول ندمج كده لون القارب مع لون الرمال والمياه اسفل هذا القارب. اللون الابيض هنا يلعب دور مهم جدا، او شوف ضربات بسيطة جدا، لاحظ ان انا غيرت الفرشة، عايز ادي تأثيرات بسيطة كده، اجيب فرش اصغر، كل دي انعكاسات ايه باللون الابيض نتيجة اندفاع المياه واصطدامها بالقارب. بنبدأ ندي كده تأثيرات باللون الابيض تحسسك بالمية اللي موجودة اعلى الرمال، اهو شوف مجرد خطوط بسيطة كده. ركزوا يا جماعة في الحاجات دي وحاولوا تنفذوها بنفسكم. هل القارب انتهى بهذا الشكل؟ لا طبعا، ده في مرحلة مهمة جدا جدا هتخلي لك القارب ده يتحول بنسبة ايه ب 360 درجة، هتشوفوا حاجة تانية. ايه هي اللمسة اللي انا هدخل بيها على القارب تحول القارب 360 درجة؟ هي اللي جاية دي. ركز كده شوف، فرشة قلم رفيعة حوالي 3 ملي ولون ابيض، بدأت اظهر القائم الداخلي اهو، وشوف بقى انا همشي بالفرشة دي فين؟ على حافة القارب، باخد ابيض اهو وببدأ شوف الفرشة ماشية فين بقى، على حافة القارب من اعلى بتبدأ تظهرها باللون الابيض ده. شوف موضوع سهل وبسيط خالص، بس انت تتحكم في الفرشة، كل ما تقدر تتحكم في الفرشة هنا في المكان ده القارب يطلع معاك مظبوط وعشرة عشرة، لمسات بسيطة جدا كده. القارب يا باشا ايه انتهى اهو، خد اللمسة بتاعته الجميلة، والحمد لله يعني كان لقاء صراحة مليء بالمعلومات، من رسم للسماء، ازاي حضرتك تقدر ترسم السماء وترسم السحاب بشكل احترافي وسهل وسريع، وجربوا وقولوا لي، وازاي نقدر نرسم مياه البحر والرمال والشاطئ بطريقة سهلة وجميلة كالرسامين الكبار يعني، وكمان اتعلمنا ازاي نرسم القارب ونحط له كده اللمسات والاضاءة والضوء والظل اسفل القارب، بحيث ان القارب يبدو وكأنه مصنوع من الحديد ولكن عليه دهان او طلاء من الخارج، هذا الطلاء يعني قديم الى حد ما، وسلسلة بتثبت لنا القارب على هذا الشاطئ الجميل. شباب لا يسعني في الختام الا اني اشكركم على دعمكم المستمر للقناة،
ما تنساش لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر. ضع لايك الان لو حضرتك وصلت معايا للمرحلة دي، ما تنساش تضع لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة. اشوفك على خير، اخوكم محمد عبد في قناة مصعب. السلام عليكم ورحمة الله.